على خشبة مسرح منتدى شباب الفلوجة، المسرح الجاد يقدم مسرحية ألم عابر عبد من تأليف حيدر الشطري وإخراج عقاب حمدي، ويشهد المسرح في المدينة نقلة نوعية من حيث الأعمال المقدمة وطرائق محاكاة الجمهور في عرض أهم المشاكل التي يواجهها المجتمع. المسرحية جسد أدوارها مجموعة من شباب مدينة الفلوجة، واعتمدنا على الدعم الذاتي وبإمكانيات ضعيفة وبإمكانيات محدودة استطعنا أن نقدم عمل، يعني أقدر أقول عنه عمل جميل. هو كمعابر اللي يعبر الناس من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى، وتداول الأحداث في العرض المسرحي إلى أن تصل هنا، إلى أن يدخلون الغرباء ويحتلون الأرض الذي يعمل فيها، الضفة التي يعمل فيها المعابر عبد، وتجري الأحداث في هذا العرض المسرحي. ورسالتنا نوصلها بأنه نقول أنه ليس من أجل هذا العمل أنه كعمل هو مسرحي يحاكي الواقع العراقي، وإنما نوصل رسالة بأنه المسرح موجود في الأنبار، المسرح قضية سامية، المسرح قضية فكرية تحاكي الواقع والمجتمع. الإمكانيات المحدودة للمسرح الجاد في الفلوجة وقلة الدعم المقدم له أسباب لم تقف حائلا في إنجاز الأعمال المسرحية الهادفة، سيما بعد إقامة العديد من المهرجانات الفنية في المدينة، فيما طالب مختصون بمجال الفن الحكومة المحلية ببناء مسرح يليق بعشاق الفن وبالأعمال المقدمة لهم. بالإمكانيات البسيطة جدا وفي هذا المسرح المتواضع الذي يفتقر إلى نسميها يعني أساسيات الاشتغال المسرحي، فعامل الإضاءة، عامل النار، عامل الصوت، هذه مؤسسات المسرح. فإذا كان بهذه الإمكانيات قدموا هذا العمل الرائع الجميل، فكيف إذا كانت حكومتنا في الأنبار التفتت إليهم بالتفاتة جليلة وقدمت الإمكانيات والدعم إلى هذا المسرح؟ هذه المسرحية كانت عبارة عن ممارسة لحوار مقطوع مارسه الشخصية الرئيسية في المسرحية، بالرغم من قلة عدد الشخوص في هذه المسرحية إلا أنهم أدوا دورهم بشكل فاعل وجميل جدا ومؤثر جدا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الشمري، الفلوجة.